حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذة إيمان جناحي، المديرة التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثالثة. لا شك أنكم رصدتم نجاح البرنامج الأول والبرنامج الثاني في الدورات لديكم في برنامج مهارات سياسية. ما الذي دفعكم لإطلاق النسخة الحالية وما هي أهدافها؟ مرحبا، رحب فيكم واشكركم على هذه الاستضافة. اهلا بك. طبعا البرنامج يعد احد من اهم البرامج الاساسية اللي ناخذها المعهد ضمن الخطة الاستراتيجية في توفير البرامج التدريبية والدراسات والبحوث، وكل ذلك ياتي متوافقا مع اهداف السامي للمشروع التنموي الشامل لجلالة الملك. طبعا البرنامج لاهداف عديدة تتمثل في تطوير مهارات المشاركين وتنمية قدراتهم في العمل السياسي والبرلماني، تزويدهم بالمعارف والمعلومات الاساسية عن التحليل السياسي واستشراف المستقبل من أجل مساهمة إيجابية في تطوير الممارسات والخطط المؤسسية. وأخيرا أيضا عندنا مهارات، تزويدهم بالمهارات والقدرات في صياغة الصورة الذهنية والإيجابية عن العمل الحكومي لدى الجمهور. نعم، هذه أحد أهداف برنامج الحكومة التي تتحدثين بها. كيف صممتم البرنامج بحيث يتوافق مع أهداف الحكومة؟ طبعا كما هو معروف لدى الجميع، هناك جهود كبيرة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء في تطوير العمل الحكومي من خلال تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة وتوفير التدريب والتأهيل في مختلف المجالات لكل موظفين. ويشمل هذا الأمر تطوير وتأهيل موظفين في القطاع الحكومي في المجالات السياسية والقانونية والتشريعية، اللي بالتأكيد سينعكس إيجابيا على أدائهم العام. نعم. وسيساعد في إعداد كوادر وطنية تساعد بالنهوض في العمل الحكومي، وينعكس ذلك على تقديم خدمة متميزة للجمهور. هاي اللي نسعى له إن شاء الله من خلال هذا البرنامج. نعم، البرنامج يتضمن ورش عمل ودورات تدريبية وأيضا مقابلات مع مسؤولين. كيف من الممكن أن تساعد هذه الورش في إعداد الكوادر الوطنية؟ طبعا الحمد لله بعد ما حققنا نجاح في النسختين الأولى والثانية، سعينا في تطوير النسخة الثالثة من برامج في برامجنا وتعزيز المحاضرات ورش عمل عبر استضافة مجموعة من الأكاديميين والخبراء. وطبعا من ضمن هاي البرامج كانت او بتكون ان شاء الله ورش في النظام البرلماني البحريني والسياسه العامه للدوله والتحليل واستشراف المستقبل. وبيضمن ايضا في هذه النسخه لقاء مع احد اعضاء السلطه التشريعيه، وزياره ميدانيه لاحد مؤسسات وطنيه، لقاء مباشر مع المسؤولين في الدوله. هاي التواصل واللقاء المباشر مع المسؤولين وصناع القرار سيساهم في فتح النقاش في الاراء، ويعني سيساهم في نقل خبرات وتجارب الضيوف الى المشاركين بشكل مباشر، وهذا ايضا يعزز الروح الوطنيه ويشكل حافز حقيقي لدى المشاركين. نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذه ايمان جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنميه السياسيه.